إلى هذه الساحة من أجل التعبير ومن أجل المشاركة ومن أجل تقديم أكبر لوحة زيتية لصورة رجل عظيم، رجل متواضع، رجل أعطى الكثير منذ تولي عرش أسلافه الميامين، رجل تصالح مع مع التاريخ التالي، رجل نواياه حسنة. الآن يعطي الانطلاقة الفعلية السيد عامل إقليم توريرت للمعرض، هذا المعرض الذي تحت عنوان يا صاحب الجلالة وسط القارة الإفريقية العظيم ذكر العربية الفنان العالمي عبد القادر بن بشير يقدم لوحة زيتية من صنع أنامله الذهبية لعامل إقليم توريرت ممثل جلالة الملك. اليوم كان واحد اليوم تاريخي بالنسبه لتوريرت اللي فيه واحد اللي تنصبت فيه واحد اللوحه فنيه اللي من صنع عبد القادر بن البشير الفنان العالمي ديال توريرت، واللي كانت باقتراح من السيد عامل الاقليم، وكانت بشراكه مع المجلس الجماعي، واللي كانت بتمويل من السيد حميد البرده اللي هو من الاعيان ديال المدينه. ومن هذا المنبر كنشكر جميع اعيان المدينه اللي ساهموا معنا في الطاقات، وتوريرت كتزدخر بواحد الطاقات شبابية في الفن في الرياضة. هنا من ساحة محمد السادس بطلب من عامل إقليم توريرت وكذا، وبدعم من شركة بلاد لتصبير الزيتون الدولي وكذلك المجلس البلدي وبعض جنود الخفاء من أعوان سلطة إلى غير ذلك، حاولنا باش نديروا هاد العرس الفني الذي كان تاجه أكبر لوحة زيتية في العالم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بولي عهده بالزي التقليدي، لها معاني ودلالات. هي لوحة تنطق وتتكلم، وهي رسالة مني لجميع الفنانين المغاربة ليعبر كل فنان بأحاسيسه أو أناميله أو بصوته أو بشعره إلى غير ذلك عن مدى حبه لوطنه وملكه. صافعة شمالا وغارسة جنوبها جنوبا إلى الحضارة. Sous l'invitation d'une association, une grande, très grande association, et on s'est rencontré avec le gouverneur de Taurit aujourd'hui. Maintenant, après l'événement, on nous a confié sa architecture qui montre la cohésion entre la Guinée et le Maroc, mais entre l'Afrique et le Maroc en même temps. Abdel Kader Bel Bachir, فنان تشكيلي وخطاط ابن المنطقة الشرقية، رئيس جمعية فرنسية مغربية للفنون.